اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا لهذه الحلقه الجديده من برنامج جبل بونت العريض، تحليل ومناقشه اخر ما جاء به الصحف السودانيه صدر لهذا اليوم. اخبار نناقشها ونحللها ونقدمها لكم حتى تتضح الرؤيه مع محللين صحفيين وسياسيين. اهلا ومرحبا بكم. البدايه بالعناوين. نبدا بصحيفه الانتباه حيث عنونت كباشي: الانسان اصبح غير امن في السودان. أما ما جاء في الحراك السياسي: وجد صالح إغراق العملية السياسية بالفلول هدف تكتيكي لقادة الجيش. ننتقل إلى سودان تربيون: عرمان محاولة تجري لاستخدام الإطاري لعودة السودان للاتحاد الإفريقي. أما ما جاء في الجريدة: شعب العسكر ليس على قلب رجل واحد. جاء في وكالة السودان للأنباء: ارتفاع ختان الإناث إلى 80% بولاية الخرطوم. ننتقل إلى الشأن الرياضي وجاء فيها: الإصابات تطارد الهلال بعد إيبويلا، الهلال يفقد فابريس نوغوما. ونختم هذه العناوين بأخبار من الرياضة أيضا: سيف تيري يضع أولى بصماته الساحرة في الدوري المصري. الجولة التحليلية مشاهدينا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين لهذه الجولة التحليلية والتي يرافقنا فيها الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسن محمد صالح. أهلا ومرحبا بك سيد حسن. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والتحية والتقدير للسادة المشاهدين. حياك الله دكتور. ونبدأ معك هذه الجولة التحليلية بأخبار متباينة من السياسة وأيضا من الرياضة. نبدأ معك بالسياسة من صحيفة الانتباه: كباشي الإنسان أصبح غير آمن في السودان. جاء في تفاصيل الخبر: جدد الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة دعوته إلى ضرورة نزع السلاح خارج الأطر الرسمية. أقل انتشار السلاح الثقيل بأيدي المواطنين في ولاية جنوب كردفان بات يشكل خطورة على الأمن، وأضاف: ما لم يتم جمع السلاح سيظل التهديد موجودا. ووصف كباشي لدى مخاطبته صباح أمس نازحي لقاوة بالميناء البري بكادوغلي الوضع داخل المعسكر بالمأساوي، حيث يضم أكثر من 8000 مواطن وحوالي 500 أسرة نزحوا من لقاوة إلى كادوغلي جراء أحداث الاقتتال التي شهدتها الأولى في أكتوبر الماضي. وأكد أن القوات المسلحة عملت على نشر قوات تقدر بلواء كامل بلقاوة لإعادة استتباب الأمن، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع شرعت في تغيير قواتها الموجودة بمنطقة الأحداث واستبدالها بوحدات أخرى. ووصف عضو مجلس السيادة أحداث اللقاوة بالمؤسفة كونها وقعت نتيجة اقتتال بين سودانيين تزاوجوا وتصاهروا منذ مئات السنين، محذرا من تنامي خطاب الكراهية وإثارة العنصرية. وقال: الإنسان أصبح غير آمن في السودان وأصبحنا نعود للخلف بينما يتقدم الجميع. دكتور حسن، يعني نبدأ معك هذا الخبر، وكان هنالك تصريحات واضحة في عدة مسارات قالها عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي. دعنا نبدأ هذا التحليل بحديث شمس الدين عن يعني هنالك وجود عدد كبير جدا من الأسلحة لدى المواطنين، ما انعكاساتها على الوضع الأمني؟ انعكاساتها سالبة جدا. الأسلحة في أصبحت في متناول يد الناس وأصبحت سلعة وغير شرعية ومتطورة جدا. في أسلحة كما ذكر السيد الفريق شمس الدين كباشي، هنالك يعني أسلحة RPG وغيرها من هذه الأسلحة موجودة لدى الناس، وهنالك متفلتين، هذه يعني تفلتات كبيرة جدا في الولايات وفي بعض المناطق. وهنالك كما ذكر في تصريحات أخرى أن الناس أصبحوا يستخدمون السلاح في كسب العيش في 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 بعض المناطق، وبالتالي هذه مشكلة، يعني فعلا هو واجه هذه المشكلة. ومن خلال تجربة الفريق شمس الدين كباشي باعتباره من أبناء جنوب كردفان ومن مواليد كادوغلي، وكان يعني لاعبا لكرة القدم في واحد فرق كادوغلي، وكان يعني من أبناء يعني القوات المسلحة، والده كان يعمل بالقوات المسلحة، وكان موجود في هذه في مدينة كادوغلي فترة طويلة وفي جنوب كردفان. فالآن هو يعني يذهب وهو على رأس المسؤولية في السودان، ويجد فارقا كبيرا جدا جدا بين طريقة العيش بين الناس، يجد الاحتراب، يجد أشياء هو لا في خلال الأربعين
العام الماضية لم يشاهد مثل هذه الأشياء، وكان يعرفون أن هنالك تعاون وهنالك حب بين الناس وهنالك تزاور وهناك إخاء، ولكن هذا انقلب إلى عمل مأساوي، اقتتال، حرب غير يعني. وطبعا أسباب كثيرة يعني، لو عاوزين نتحدث عن الأسباب هي كثيرة جدا جدا، أسباب التفلتات الأمنية وما حدث في لقاوة وحدث في غيرها هي معروفة طبعا. فهنالك يعني فعلا هو أشار إشارة خطيرة جدا بأن الإنسان في السودان لم يعد آمنا، ودي أكبر مشكلة. الأمن ده هو يعني ربنا قال لي إلهي قريش إلهيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ده هو المعزز للحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإبداع والفن، كله هو المعزز له هذا الأمن. فإذا اضطرب الأمن وضاع الأمن يسود الخوف، والخوف هو سيد مزلزل للحياة، حياة الإنسان بصورة يعني كبيرة جدا جدا. وهو مشكلة، أكبر مشكلة تواجه الناس الآن هي أنه يتعودوا على أن هنالك قتل وهنالك دماء، وتصبح مسألة عادية. دي أكبر مشكلة. دكتور حسن، يعني على خلفية ما ذكرت بأن هنالك أسلحة مثل RPG عند المواطنين وعند المدنيين بغير بطرق غير مشروعة أو بطرق غير مقننة، يعني كيف الإنسان هذه المنطقة أن يحمل مثل هذه الأسلحة؟ هل إن دل يدل على غياب القوات النظامية هنالك أم على أي سياق تقرأ هذا؟ في سياق أن الإنسان يريد أن يحمي نفسه، هذا طبعا ده دافع نمرة واحد. الدافع الثاني أن هنالك سلعة متداولة وهي السلاح، الناس يشترونها كتجارة. السبب الثالث للتجارة. السبب الثالث أن هنالك مصادر لهذا السلاح. نحن نجاور دول فيها خلل أمني، فيها خشاشة، خصوصا نحن دولة مترامية الأطراف، ونحن دولة مترامية الأطراف، والسلاح يباع ويشترى وليس ببعيد. حتى في العاصمة هنالك سلاح، الناس يتسلحون ويجربون الأسلحة في بعض المناطق في سوق ليبيا وغيرها. كما يقولون السودانيين دائما ينسبون الأشياء إلى سوق ليبيا، السلع، بيع السلع إلى سوق ليبيا، ولكن سوق ليبيا دي حياة يعني معيارية يعني. نعم. أيضا في متن حديثه قال بأن هنالك يعني عملية مأساوية جدا في معسكرات النزوح، وهنالك مؤشرات إلى أعداد كبيرة جدا، 8000 مواطن وحوالي 500 أسرة يعني نزحوا إلى لقاوة. يعني هذا العدد الكبير كيف تعلق عليه؟ وطبعا من مسبباته حمل الأسلحة والحروب التي كانت ونزاعات القبلية في هذا العدد المنطقة. كبير جدا، والسبب فيه هو الحرب التي شنت الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو على منطقة لقاوة، وهذه الحرب كان يجب أن يتصدى لها الجيش وأن يقضي على هذه الحركة المتمردة التي يعني تعمل دائما ليل نهار على زعزعة الأمن في جنوب كردوغان. هذا 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 هذه مهمة القوات المسلحة ومهمة القوات الأخرى، ولكن أصبحت المسائل كلها الآن للأسف الشديد تحت بند الموازنات وتحت بند المفاوضات التي لا تجدي مع قوة متمردة فعلا تدخل مدينة لقاوة. هذه ما لم يحصل فيها مثل هذا الكلام، ولم تعرف غير الأمن. فكيف يعني تصبح في لمح البصر هي مدينة غير آمنة ومدينة أشباح، وفي نفس الوقت أهل لقاوة يتركونها وينزحوا إلى كادوغلي ويكونوا في وضع سيء جدا، يعني حتى يعني يحار فيه رأس الدولة نفسه يحار في هذا الوضع. فكيف بمواطن عادي أنه يرى عدد من المواطنين أنهم هم فعلا يعيشوا هذا الوضع المأساوي؟ فأنا أعتقد أنه هذا الوضع سببه هو الحرب الموجودة في جنوب كردفان، وما يترتب عليها من تفلتات كثيرة جدا، وما يترتب عليها من تصنيفات سياسية. الآن أصبحت القوات المسلحة، قوات الدعم السريع تخضع للتصنيفات وتخضع بدل أن تقوم بمهمتها وحفظ الأمن وتحدد العدو يعني الآن. نعم دكتور حسن، يعني شمس الدين كباشي أيضا أكد بأن هنالك انتشار واسع جدا من القوات المسلحة قدرت بلواء كامل، هل سيفي إلى ضمان الاستقرار الأمني في تلك المنطقة؟ هو يساهم ولكنه لا يفي. لا يفي، لأنه العملية الأمنية عملية معقدة. هي تدخل فيها أشياء كثيرة جدا، تدخل فيها الاستقرار، يدخل فيها على يعني الرغبة في السلام، يدخل فيها الحوار بين الأطراف، يدخل فيها حسم الجهة المعادية وتحديد الجهة المعادية. الآن المسألة
هل الجهة المعادية دكتور حسن يعني هل الجهة المعادية يمكن أن تجلس على طاولة حوار وأن يعني تخضع وأن تلتحق بالوفاق الوطني؟ لا تريد ذلك، لا تريد أن تهيمن، في نهاية الأمر تريد السيطرة، لأن كل ما المصلحة من عدم إرادتها في الانضمام إلى الوفاق؟ لا تريد وفاقا، لأن الوفاق سيذيبها، سيجعلها واحدة من القوى الموجودة في الساحة، وعلى كده ما بيجوا للوفاق نازل فعلا هم بيحاربوا عشان يسيطروا في نهاية الأمر، يضعفوا القوات المسلحة. يعني اعتبرت هو السبيل الوحيد لهذه القوات، السبيل الوحيد للقوات المسلحة، إنها هي تحدد العقيدة القتالية بتاعتها وتحدد عدوها على وجه التحديد وتواجه هذا العدو وتهزمه في الميدان والشعب السوداني معها. هذا هو ولو طلبت القوات المسلحة عدد من المتبرعين وعدد من المتطوعين في صفوفها، الشعب السوداني كله سيلتحق بها لهزيمة العدو الحقيقي لهذا الشعب ولهذه المنطقة. طيب هنالك يعني على سبيل المثال في مواقع التواصل الاجتماعي نجد أن هنالك خطابات كراهية بصورة منتشرة انتشار واسع، ومما يعني يؤثر على حمل الكراهية في نفوس الناس، ما يولد المشاكل القبلية والنزاعات القبلية التي تحدث. كيف نحارب مثل هذه الخطابات؟ الخطابات هذه هي جزء من الحملة، جزء من التشويش على الواقع، أنك تجعل الواقع دائما مضطرب. نعم صحيح. ومناخ لحرب، لاقتتال، لعداوة، لفكرة عن إنه هذه المنطقة غير آمنة. فهذه هي جزء من التكتيك الذي يعمل في مثل هذه المناطق وفي كل السودان. يعمل، فذلك هي حرب مفتعله، كلها مفتعله، حرب الكراهيه، على حرب على الحرب الحقيقيه، على الضرب بالسلاح، على الكلام العنصري، على هذا كله عمليه يعني ترجع لسبب واحد هو غياب هيبة الدولة. طيب دكتور حسن، يعني إذا ما اتخذنا هذا الموضوع على نقطة نقاش بصورة أوضح، يعني هل هنالك من لديهم المصالح في عدم استقرار السودان بصورة واضحة، وذلك لابتعاد هذه المشكلات التي تطفو على السطح مؤخرا مثل النزاعات وخطابات الكراهيه؟ هل هنالك يعني جهات مسماة بعينها بأنها تريد مثل هذه الخطابات أن تنتشر، أم أيادي خفية؟ لا ليست أيادي خفية، ظاهرة. الجهات المعادية للسودان معروفة، والداعمة للتمرد معروفة. من هي؟ هي إسرائيل على رأس هذه القوى، وهي غيرها من الدول التي تريد للسودان استقرارا، غيرها من الدول سواء كان يعني بعيدة أم غريبة، التي شاركت وغيرها من وغيرها من 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 أجهزة المخابرات العالمية التي تريد أن يكون السودان ضيعة، وتريد أن عندما تتدخل يكون هنالك مبرر أنها تدخلت يعني في السودان، لأن السودان غير آمن، لأن السودان غير مستقر. هذه هي مثل ما حدث في انفصال الجنوب، مثل ما حدث في الجنوب، وحرب الجنوب كانت معروفة، كانت عبرة يجب كان أن يحتفظ منها الشعب السوداني. نعم، لكنها ظلت يعني إلى أن انفصل الجنوب، أصبح الجنوب نفسه مصدر لزعزعة الاستقرار في السودان. نعم. والحركة الشعبية الآن الموجودة في جنوب كردفان تتمول من الجنوب وتتعامل مع الجنوب، والجنوب هو الذي يحدد لها هل تصالح أم تخاصم. نعم. هذه هي المشكلة. نعم. نمضي ونذهب إلى خبر آخر من الأخبار السياسية. الحراك السياسي ودي صالح إغراق العملية السياسية بالفلول، هدف تكتيكي لقيادة الجيش، جاء في تفاصيل الخبر. حزم القيادي بحزب البعث الأصل ودي صالح أن قادة الانقلاب يسعون بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة إلى إغراق العملية السياسية بأطراف غير معنية بعملية التحول الديمقراطي، وغير الممكنة إلى إغراق العملية السياسية بأطراف غير معنية ومن قبل قوى الردة والفلول. وأكد أن إغراق العملية السياسية بالفلول يعتبر هدفا تكتيكيا لقادة الجيش، خاصة في أعقاب المرحلة الحالية. ولفت صالح بأن أحاديث كباشي والبرهان الأخيرة تعبر عن حقيقة ما يضمره الانقلابيون حول عدم تسليمهم للسلطة المدنية، إلى جانب إنها ربما تكون رسالة فحوها بأنهم لن يخضعوا لأي سلطة مدنية، بجانب تأكيدهم بأنهم لن يتركوا السلطة مطلقا. يعني هذا تصريح واضح، كيف ما تعلق على تصريح ويدي صالح دكتور حسن؟ تعلق عليه بأنه يعني من الكلمات التي تتداول في هذه الأيام كلمة إغراق، ومن المؤسف أن يقول مثل هذا الكلام رجل سياسي، أن تقول إغراق. إغراق كيف؟ هذه مشاركة، هذا انفتاح، هذا توسيع لقاعدة، فكيف تسميه إغراق؟ إغراق بمن؟ هل هنالك سودانيين يعني من شأنهم أنهم هم سيل يعني
سيل عرم يغرقون الأحداث والمشاهد. ثم أن السيد ويد صالح المحامي هو من على رأس الفلول من خلال كثير من الشواهد التي قيلت أنه كان يتعامل مع النظام السابق، فهو إذا من الفلول وبالتالي نبذه للفلول يعتبر يعني لكن غير مساره دكتور حسن، حتى لو غير مساره يصبح أي فلول غير مساره، أي زول غير مساره وقال أنا خلاص أنا ما فلول خلاص يبقى ما فلول، ولكن هو يصنف فئة معينة على أنهم هم فلول. والغريب أنه خارج العملية، خارج الاتفاق الإطاري، حزب البحث خرج من الاتفاق الإطاري، ولكن هو يتحدث عن إغراق العملية السياسية وإغراقها بالفلول، وهو نفسه خرج من الـ من الـ من, الـ من الاتفاق الإطاري، وبالتالي يصبح الاتفاق الإطاري في حاجة إلى توسعة. الاتفاق الإطاري بهذه الصورة لن اتفاق شامل، يعني يصبح اتفاقا شاملا، يصبح اتفاق للجميع، يصبح نفسه هو يعني محل منبر لحل مشاكل السودان وللحوار بين السودانيين كافة بدون أي استثناء. ولكن هذا الكلام عن اختصاره على فئة معينة، كما ذكر الفريق الكباشي أنهم عشرة، ففعلا أنهم عشرة، والسودانيون يعني كثيرين جدا، 40 مليون، يعني أنت ما ممكن ترهن 40 مليون لعشرة أحزاب أو عشرة أشخاص. صح. هذا غير صحيح، غير منطقي، غير منطقي وغير صحيح. ولا طيب دكتور، نعم. دكتور حسن، يعني نعم. ويدي صالح استشهد بتصريحات برهان وكباشي الفترة الأخيرة، كيف نعم. تقرأها؟ أقرأ أنهم هم دائما عندما يفشلون في مهمتهم وعندما يقال لهم أن هذا طريق خطأ، نعم. يلجؤون إلى شماعة. في السابق هي كانت شماعة النظام السابق، والآن الشماعة هي شماعة الغادة العسكريين الذين أصلا هم الآن اتفقوا مع في هذا الحوار في الإطاري ووقعوا عليه مع القوى السياسية، فهذه هذه هذه تصبح يعني نوع من الفيتو على المتحدثين على الغادة، إنهم ما يذكروا كلام عن أشياء هم يريدونها أن تمضي بالطريق التي يريدون. يعني هذه اتفاق الإطاري لا يمكن أمشي بهذه الطريقة. والبرهان أعتقد أنه ذكر لأنه لا بد من الانفتاح، والفريق كباشي كان كلامه كلاما واضحا في هذا الأمر، وهو كلام صحيح مهما كان، مهما كان إنه الاتفاق الإطاري بهذه الصورة لن يجدي للسودان شيئا، وسيكون كغيره من الاتفاقات وكغيره من التجارب السابقة. ما الذي سيجدي للسودان خيرا؟ سيدي للسودان خيرا أن يكون هناك حوار شامل لا يستثني أحد، لا يستثني الحوار يكون سوداني سوداني، يدار بطريقة سودانية، تحدد فيه محاور أساسية، محاور شاملة وليست محاور سياسية تكتيكية مثل تفكيك النظام السابق، وهذه دي أشياء لا تقدم ولا تؤخر. تتحدث عن الاقتصاد، اقتصاد البلد كيف يدار، تحدث عن السياسة، تبادل السلم والسلطة، أتحدث في أمهات الأمور، نعم. ومن أساسيات التنمية، نعم. التي نعم التنمية، نعم. المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نعم. والتنوع وإدارة التنوع، هذه يعني التي تذهب وتتحول إلى الدستور السودان الدائم، أما أن تتحدث عن أشياء انتقامية وإقصائية هذا يصبح نوع من حتى الأحزاب تستحي، حتى حزب معين هو يدير هذه البلد ويجلس في ناحية من النواحي في العمل السياسي يستحي أن يقول مثل هذا الكلام. نعم. نبقى معك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي دكتور حسن محمد صالح على هذا التحليل، ومن ثم نعود بعد هذا الفاصل. مشاهدينا ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا لتكملة ما تبقى من تحليل هذه الجولة التحليلية الإخبارية مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي دكتور حسن محمد صالح. أهلا ومرحبا بك من جديد دكتور. أهلا سيدي دكتور، الله يحييك. ننتقل إلى سودان تربيون وعنونت عرمان محاولة تجري لاستخدام الإطار لعودة السودان للاتحاد الإفريقي. تفاصيل الخبر. كشف رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان عن محاولة تجري لاستخدام الاتفاق الإطاري لعودة السودان إلى الاتحاد الإفريقي قبل الاتفاق النهائي. وقال ياسر عرمان بحسب تدوينة على صفحته الرسمية إن المنطقي أن يعود السودان بعد تكوين الحكومة المدنية وإنهاء الانقلاب الذي هو سبب قرار تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي. وأضاف القرار بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية وتكوين لجان تسيير جديدة سيؤدي إلى تسليم الحركة النقابية عبر لجان التسيير إلى الفلول مرة أخرى، وتابع يستحق ذلك المقاومة والرفض وهو تدخل سافر في شأن النقابات.
دكتور حسن، يعني في أي سياق يقرأ هذا الخبر؟ هذا الخبر طبعا فيه جانبين. الجانب الاول يتعلق بالعوده للاتحاد الافريقي، عوده السودان للاتحاد الافريقي، باعتبار انه هذا الانقلابيون اتخذوا الامر تكتيك ونوع من الخداع عشان السودان يعود للاتحاد الافريقي. والجزء الثاني متعلق بالتدخل في العمل النقابي. انا اعتقد انه الجزء الثاني هو يعني حديث معقول جدا، أن التدخل في العمل النقابي غير صحيح، وهو يعني نوع من التدخل في النقابات يعني، وهي تخص العاملين يعني، وهي والنقابات هي التي تعبر عن العاملين في الدولة وفي الخدمة المدنية وهكذا، ويجب لا يتدخل فيها، وهذا الأمر محسوم بالقانون المحلي ومحسوم بالقانون الدولي. فتدخل فيه غير يعني، أنا أعتقد أنه لم يحدث مرة واحدة وإنما عدة مرات، ولكن للأسف الموقعون على الاتفاق الإطاري نفسهم يشجعون هذا الاتجاه، ينتقدونه ولكنهم يشجعونه ويطالبون دائما بأنه إيقاف العمل النقابي واحد من مطالبهم. ألا تعتقد أن هنالك تضارب في الرؤى والأفكار؟ هنالك تضارب في الرؤى والأفكار، يعني أنت تقول العمل النقابي هذا لا يتدخل فيه، وفي نفس الوقت يعني تشارك وتسهم في هذا، تشارك وتطلب من رأس من رئيس المجلس السيادي اتجاه منسوب لها، وهي تحقق لهم كثير جدا من الموازنات التي تحمي والله، وهي في نفسها في ظل الاوضاع الاقتصاديه تلعب دور كبير جدا، دور اجتماعي وثقافي ودور انساني، وبالتالي هي حق الالتحاق بالعمل النقابي نفسه حق مشروع، حق دستوري وحق انساني، وبالتالي غياب النقابات هو بيسجل مشكله، وعلى ذلك القانون الدولي والقانون المحلي عمل حماية للنقابة والنقابيين، وأن هنالك تداول سلمي للسلطة على السلطة النقابية من خلال ما يعني النقابيين وما يريدونه وما يريدون يعني أن يقدموه أو يؤخروه في العمل النقابي. فالتحذير من أنه النقابات يعني سيسيطر عليها الفلول أو سيعود الفلول، هذا انتقاص من عقل العاملين بالدولة الذين يحددونهم من الذي يخدمهم. العمل النقابي ده عمل ليس عمل سياسي وإنما عمل خدمي، وهنالك يعني من خلال التجربة هنالك أناس كثيرين جدا عرفوا بأنهم يقدمون الخدمة في إطار العمل النقابي، ويخدمون العاملين ويحققون لهم كثير جدا من الأشياء التي يعني تعينهم في العمل. فبالتالي أنت عندما تتدخل وتقول لا يأتي الفلول ولا يأتي، أنت تدخلت في العمل النقابي وفشلت العمل النقابي بصورة واضحة. نعم، والناس لا تحاسب بالنوايا. نعم دكتور طيب. دكتور حسن، يعني على خلفية ما قاله ياسر عرمان، لماذا هذه العقليات التي دائما ما تقصي بعض الأحزاب وبعض السياسيين وبعض الكتل السياسية؟ لماذا السودان وكل العالم الآن تطور عقليا وفكريا وتطور حتى على مستوى التقانات التي تمر بها الدول الخارجية والمجتمع الدولي، يظل السياسي السوداني يرتكز على نقص هذا ونبعد ذاك ونقرب من هذا؟ لماذا؟ لأنه السياسي السوداني مقرن بكرسي السلطة، وهذا الطموح غير المشروع هو الذي يجعل السياسيين بعض السياسة السودانيين يعني ينسون كل شيء، ويركزون على أنهم هم كيف يصلوا إلى الحكم وكيف يحكموا، حتى ولو كانوا بعيدين عن القاعدة الجماهيرية وبعيدين عن الشعب، يريدون أيضا أن يحكموا الشعب بهذه الطريقة، ويعتقدوا أن هنالك أناس لهم شعبية، ولا أصحاب الشعبية إذا أتيح لهم هم طبعا الشعب يختارهم، وهم لا يريدون ذلك، وبالتالي هم يحولون بين الشعب وبين ممثليه وبين الناس اللي عندهم يعني سند شعبي، وعايزين يمشوا بهذه الطريقة. فهو يعني شيء غير جميل، شيء غير يعني، حتى مكيافيلي نفسه يخجل من هذه الطريقة. لا يمكن أنا كما قرأته في مكيافيلي وطريقته والأمير وكذا، لم أجد سياسي يعني في الأمراء الذين ذكرهم، لم أجد من يواصلهم
حتى من السودانيين يعني السودانيين لا يماثلون مثل هؤلاء في السوء بعضهم يعني بعضهم يعني للأسف يريدون دائما أن تكون الأوضاع متوترة لا يريدون الحق ولا يريدون أن يسبوا مثلا إلى نعم توتر الأوضاع هي بتكون أرض خصبة لأنهم يعيشوا بصورة مستقرة. طيب نذهب إلى خبر آخر دكتور حسن إلى صحيفة الجريدة ومنها نقرأ الشعبي العسكر ليسوا على قلب رجل واحد. جاء في تفاصيل الخبر حذر القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر من التنصل على الاتفاق الإطاري لجهة أن ذلك سيقود إلى تفتيت البلاد وأبدى مخاوفه من انتشار السلاح في ظل وجود الحركات المسلحة الموالية للمكون العسكري. وقطع عمر بأن العسكر ليسوا على قلب رجل واحد لا سيما وأن بعضهم مؤيد للإطار والآخر رافض له ورأى أن إمكانية ترسل العسكر على الاتفاق الإطاري واردة وتابع أن الحركات تعاني من انقسامات خاصة وأن بعضها مؤيد والآخر يرفض الاتفاق الإطاري ولم يستبعد عمر في حال التنصل أن تذهب جميع القوى السياسية الموقعة للمناداة والمطالبة بإسقاط النظام عبر الثورة الشعبية. دكتور حسن يعني دعنا نبدأ من ما ختم به القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر بأن إذا حدث هنالك تنصل من عدم تسليم السلطة إلى مدنيين سوف تذهب كل القوى السياسية إلى ثورة الشارع. هل ستنجح هذه الخطة بعدما يعني انشقاقات كبيرة وانقسامات كبيرة كانت في الشارع الثوري بعدم إيمانه ببعض الأحزاب؟ وطبعا دكتور كمال عمر قال أنه العسكر ليس على قلب رجل واحد لا. وأيضا المؤتمر الشعبي نفسه ليس على قلب رجل واحد لا. بدليل أنه هو يمثل الأمانة العامة في الحزب وهنالك مجلس الشورى غير موافق على هذه التسوية على هذا الاتفاق الإطاري ومندمجون في نداء السودان وغيره ويعملون ليل نهار لإسقاط هذا وإبعاد المبعوثين الدوليين وفولكر وغيره وعليه فإنه الحديث عن أنه العسكر كما العمر في السابق ذكر أنه العسكر يوقع ما عليه كيف قال مثل هذا الكلام فأين ذهب هذا الضغط على العسكريين حتى إنهم يوقعوا على الاتفاق الإطاري ويمضوا فيه إلى نهايته؟ أنا أعتقد أنه الفشل في هذا الاتفاق هو أمر وارد ومحتمل وراجح منذ البداية لأنه بني على أشياء غير منطقية هي العشرة غير واقعية غير واقعية الأشياء التي ذكرها الفريق كباشي بأنهم عشرة والعشرة هؤلاء إذا كانوا أشخاص أو كانوا أحزاب هم دون يعني النصاب الشعبي ودون أي يعني أغلبية ممكن أن تعمل هذا وبالتالي ظهرت كثير جدا من المبادرات الآن في الساحة المبادرة المصرية وغيرها من المبادرات في هذا الجانب وعليه فإنه التهديد بأنه إذا فشل الإطاري سيكون لأشياء لا علاقة لها بالديمقراطية ولا علاقة لها بالحريات الناس اللي يفشل الاتفاق الإطاري أنه ليس منزل وليس مقدس وإنما هو تجربة هل فشل الاتفاق الإطاري؟ قدمت فشل أنا أعتقد أنه فشل تماما وهو الآن لم يعد موجودا طيب ما هي أسباب الفشل دكتور أسباب حسن الواقعية؟ أسباب الفشل الواقعية أن هذا الاتفاق هو اتفاق ثنائي تم بين الجيش والعسكريين وبين عدد من المدنيين أرادوا أن يخطفوا المشهد وأن يصنعوا دستور صناعة الدستور في كل العالم تختلف عن هذه الطريقة نعم. يصنع الدستور بالأغلبية تصنع جمعية تأسيسية مبادرات يعني حتى لو حصلت مبادرة بتكون مبادرة يعني علمية مشروعة والناس بيأتوا عليها أو أغلبية من الدول الستيتس زي ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية فهو هذه أسباب الفشل بالإضافة إلى الورش التي أقيمت كل الورش التي أقيمت كانت ورش فاشلة سواء كان المتعلق بسلام جوبا سواء كان المتعلق بإزالة التمكين كانت مضحكة يعني كان الشعب السوداني كله يضحك لم تفضي إلى أي حلول منطقية لم تفضي إلى أي شيء بالإضافة إلى في سبيل المشهد السياسي بالإضافة إلى أن هنالك التجربة الثلاث سنوات هي جعلت الناس الشعب السوداني كله والمواطنين في حالة من الخوف من إعادة هذه التجربة لأنها كانت تجربة فاشلة بامتياز نعم نذهب إلى خبر آخر دكتور حسن ولكن هذه المرة هو خبر اجتماع ارتفاق ختان الإناث إلى 80% بولاية الخرطوم هذا ما جاءنا من وكالة السودان للأنباء تفاصيل الخبر كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ارتفاع ممارسة ختان الإناث التي تجاوزت 80% وممارستها من قبل بعض الكوادر الصحية وأعلنت الوزارة من خلال الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى
بقصر الشباب والأطفال أمس اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الممارسين بداخل المرافق الصحية وإيقاع عقوبة بالسجن والإيقاف والغرامة وإغلاق المرفق الصحي. دكتور حسن، يعني دعنا نتحدث بكل شفافية. نعم. يعني مع تقدم العالم الخارجي، مع تقدم الفكر، دائما ما نعول عليه في استناد المقارنات. الآن نعلم جيدا بأن الشعب السوداني أصبح متطور فكريا وعقليا ويتزن بصورة كبيرة جدا، ولكن هنالك بعض العادات التي تجرنا إلى الوراء ثانية، مثل ارتفاع ختان الإناث إلى 80%. هذه النسبة كبيرة جدا. هذه نسبة كبيرة وهي مضطردة. والناس دائما عندما يتحدثون عن القوانين ويتحدثون عن انه يعني المنع، يحصل هذا الامر بكثافة استباق. في واحدة من المناطق علموا ان هنالك مجموعة، هي مجموعة توعوية آتية لكي تمنع خفاض الإناث، فقاموا بحملة. الناس المواطنين قاموا بحملة وختموا النساء الإناث، يعني قبل أن تصل هذه المجموعة التي تريد أن تبث التوعية. أنا أعتقد أن التوعية في هذا الأمر هي مهمة جدا. هي هذا الختان هو ضار بصحة البنت، وضار بأشياء كثيرة جدا تتعلق بها، ويؤثر على حتى على العسر في الولادة وغيرها. هو أضراره كثيرة جدا صحية، لكن هذه تحتاج إلى توعية. وأنا أعتقد أن المسؤولية عن ختان الإناث تقع على الآباء قبل الأمهات. الأب هو الذي يجب أن يحمي بنته من هذه الكارثة التي تتعرض لمثل هذا العمل المشين والعمل الغير، يعني أصلا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الفرض ولا في هذا. نعم. العمل ضار جدا. نعم. وينبغي أن لا يحدث، والأب هو المسؤول عن ذلك. نعم. لأنه ثبت إنه الأم لا تساعد على هذا العمل إطلاقا، مع احترامنا للمرأة والحديث عن المرأة ودور المرأة، ولكنها في هذا الجانب غير، يعني هي غير يعني قائمة بدورها، بل تساعد على أن يحدث مثل هذا العمل الجريمة حق البنات. نعم والله. نعم. هذه جريمة. والله جريمة هذه. نعم. نعم. طيب دكتور حسن، يعني المجتمع الخارجي خارج السودان ظل يتابع هذه الكارثة بصورة كبيرة جدا، وضع حلول حتى على مستوى رأس الدولة، وضع حلول بأن هنالك عقوبات صارمة جدا في هذه الجريمة التي تكون في حق بناتنا. طيب الآن وزارة الصحة وضعت بعض الغرامات والسجن وهذه العقوبات، هل ستكون رادعة للحد من هذه الظاهرة؟ لن تشد من هذه الظاهرة. لماذا؟ لأنه هذه الظاهرة متعلقة بالوعي، الوعي العام، أن يكون هنالك وعي. فإذا كان هنالك توعية وإرشاد واقتناع للناس بهذه، حتى البنت نفسها طبعا يعني تكون طفلة. وهذا الأمر يعني أدى إلى وفيات وأدى إلى مشاكل كثيرة جدا. جدا. فإذا حدث التوعية أعتقد أن القانون ممكن يكون شيء مساعد، ولكن في غياب التوعية وفي غياب القناعة من الناس بأن هذا العمل ضار بالبنت وليس له علاقة بالشرف. نعم. وليس له علاقة بالأشياء المتعلقة بالبنت، أعتقد أنه لن يتعلق بصحتها بصورة أكبر، يتعلق بالصحة. نعم. ويتعلق بأشياء كثيرة جدا يعني. نعم. لها صلة بالبنت بالطفلة. نعم. ننتقل إلى خبر آخر، وهذه المرة أخبار الرياضة. دعنا نلقي نظرة عليها وننظر ما الذي يحدث في الرياضة السودانية. من أخبار الرياضة مشاهدينا، ننتقل إلى الإصابات تطارد الهلال بعد إيبولا. الهلال يفقد فابريز نوغوما. جاء في تفاصيل الخبر، قالت دائرة الكرة بنادي الهلال إن الفحوصات الطبية الأولية أثبتت تعرض الكونغولي فابريز نوغوما لتمزق على مستوى أربطة الكاحل، وبحسب صفحة النادي فسيخضع اللاعب للراحة الفترة القادمة تتراوح بين أسبوعين إلى 3، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات في جنوب إفريقيا. وكان النادي قد أعلن في وقت سابق إصابة لاعبه الكونغولي المنضم حديثا للفريق ستيفن بكسر على مستوى رصرص القدم اليسرى، مبينا أنه سيحتاج لفترة تتراوح بين 5 إلى 6 أسابيع للشفاء. دكتور حسن، يعني برأيك ما هي أسباب تفشي الإصابات ما بين اللاعبين؟ أسباب تفشي الإصابات هي عدم ممارسة التمارين بالصورة الكافية، والاحتكاكات،
واعتقد ان هذا اللاعب قد اصيب في واحد من المعسكرات المعسكرات التدريبيه في الخارج، وهذه شيء غريب انه هذا يعني الفريق يفقد واحد من لعيبه الفريق الاساسيين في 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 معسكر او في في في, في حاله تدريب. اذا هذا ضعف كبير جدا في اللياقه وفي عدم التدريب وعدم انه اللاعب يستطيع ان يتخلص من الخصم دون ان يتعرض لاصابه ودون ان يحدث احتكاك، وهذا يعني مساله متعلقه بالتدريب، مساله اساسيه يعني، مساله متعلقه بانه يعني فعلا عمليه الاحماء وعمليه التدريب الاحماء وتدريب وهي الاصابات تحدث صحيح تحدث، لكن عندما تكون هنالك كثير جدا من المباريات ويعني تحدث عدد من الاصابات، ولكن ظاهره الاصابات في الفرق السودانيه كثيره جدا. نذهب ونختم هذه الجوله التحليليه بخبر ايضا من الرياضه، سيف تيري يخضع الى بصماته الساحره في الدوري المصري. تفاصيل الخبر، ترك المحترف السوداني سيف تيري مهاجم فاركو بصمته الأولى في الدوري المصري بعدما هز شباك الزمالك بهدف رائع في لقاء الفريقين مساء أمس الاثنين، وطلق الزمالك هزيمة ثقيلة على يد مضيفه فاركو بنتيجة 3 أهداف دون مقابل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة 17 للدوري المصري. وشارك تيري كبديل في الدقائق الأخيرة على حساب شكري نجيب وانطلق يسارا ولم يستطع إبراهيم نداي ومحمد طارق وعمر جابر إيقافه ليتوقل ويراوغ ويسجل في مرمى محمد عواد بتسديدة قوية، وبذلك أحرز تيري أول أهدافه مع فاركو. دكتور حسن، يعني اللعيبة السودانيين عندما يلعبون في الخارج يحققون نتائج كبيرة جدا، ولكن غل من هم يحترفون في صفوف الأندية الخارجية، كيف تنظر إلى تجربة سيف تيري مع النادي المصري؟ التجربة هي تجربة رائعة وتدل على أن اللاعب السوداني إذا وجد المناخ المناسب وجد التدريب وجد الاهتمام هو لا يقل عن أي لاعب في العالم. والمصر فيها يعني مجال كبير جدا، فيها أندية وفيها معاهد للتدريب والتأهيل والسنية مهتمين جدا بهذا الجانب، وسيف تيري واعتقد انه وجد هذه الفرصة واستفاد منها فائدة كبيرة جدا وحقق نتائج رائعة واحرز هدف واثبت انه اللاعب السوداني فعلا يعني قادر على ان يقدم يعني نتائج ويحرز نتائج طيبة اذا توفرت له الظروف والمناخ اللازم في 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 التدريب وفي التأهيل وفي الدعم المعنوي وكل مثل هذه الأشياء. نعم. كان هذا آخر تحليل لآخر خبر في برنامج بالبونت العريض. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي دكتور حسن محمد صالح على هذا التحليل والإيضاح. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حياك الله. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة. يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر موقعنا على صفحتنا في الفيسبوك قناة البلد. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.